انا في رايي ان عبد الباقي جمال واحد من احسن المدربين في مصر، ولو في مدرب هرشحه لمنتخب الشباب فهو عبد الباقي جمال، لانه مدرب بيلعب كره محترمه وبيلعب كره هجوميه وشخصيته كويسه وسنه صغير. فانا بحييكم على قرار الابقاء على الكابتن عبد الباقي جمال، وانا بقول لك انا راجل يعني بتاع كوره ان عبد الباقي جمال هيبقى من احسن المدربين في مصر. والله كابتن حضرتك كلام حضرتك يعني كله ثقة، وفعلا كابتن عبد الباقي من المدربين كويسين جدا. هو التوفيق وعدم التوفيق ده ممكن يعني في وقت يبقى مش الامور تبقى صعبة شوية، انما الحمد لله رب العالمين كابتن عبد الباقي فعلا من المدربين كويسين، مدرب شاطر جدا في شغله، وان شاء الله باذن الله يعني ثقة المجلس وثقتنا كلنا في الكابتن عبد الباقي ان شاء الله ان احنا نعدي الوضع بتاعنا ده ان شاء الله. كابتن كان في عندكم في اعتراض على التحكيم النهارده في حاجه؟ والله كابتن انت عارف يعني احنا على طول من الفرق اللي بنحس ان احنا يعني في نحس بظلم يعني. يبقى انت يعني ما اتفرجتش على الاسماعيلي في الفتره الاخيره. لا والله كابتن، والله كابتن انت عارف الانديه الجماهيريه، والله كابتن نيدو انت عارف الانديه الجماهيريه دي بتحس يعني مش عارف اقول لك يعني احنا في ماتشات كتير جدا ضاعت مننا. احنا كنا زماننا دلوقتي في وضع مستقر جدا، ما كناش هنعاني خالص. احنا الحمد لله وضعنا في الجدول برضه يا كابتن ايده يعتبر يعني مش هنقول وضع سيف فان شاء الله باذن الله نعدي الموقف ده، انما احنا كنا من بدري ممكن نكون مستنينا خلاص موجودين في الدوري نبدا نخطط للموسم الجديد يعني ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن صابر عيد المدير الرياضي لنادي المحله بشكرك على مداخلتك معانا.